طيب عشان نفهم اكتر عن ابعاد القمه دي معايا دلوقتي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي. برحب بيك يا استاذ جمال. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. استاذ جمال خلينا نبدا معاك عن توقيت الزياره في ظل الظروف الطاحنه الموجوده حقيقه داخل دوله السودان ورؤيتك طبعا للعرض الخاص بحل هذه القضيه. يعني خلينا نقول انه العلاقه بين مصر وجمهوريه جنوب السودان علاقه خاصه ومتفرده لها اهميه كبرى وتمثلان ركن اساسي في السياسه الاقليميه والافريقيه. مصر يعني خلينا نقول يعني اول دوله اعترفت باستقلال جنوب السودان 2011. مصر في وسط أو هذه القمة تأتي وسط متغيرات كبرى يموج بها الإقليم ويموج بها العالم. نحن أمام يعني بوصلة تتجه حول حدود مشتعلة في الجنوب، حدود مشتعلة في الغرب، حدود مشتعلة في الشرق. إذا نحن يعني نقدر نقول إنه خريطة المنطقة قابضة على الجمر. ورغم ذلك لو مصر باعتبارها دولة مسؤولة ودولة وازنة ودولة قوية يعني تفتح عينيها وتوجه أنظارها إلى كل الملفات الساخنة. الرئيس الجنوب السوداني اليوم في البكير، وجوده في القاهرة لا يؤكد على مسؤولية القاهرة في يعني متابعة ما يحدث في السودان، وانه هذه الحرب داخل السودان بالنسبه للدوله المصريه وبالنسبه للقياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تعد ضمن او واحده من القضايا المنسيه، وبالتالي ركزت الاهتمام وجاءت ايضا عده ملفات داخل هذه القمه والثنائيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب استاذ جمال تقديرك ايه لدور مصر ودور جمهوريه جنوب السودان كلاعب دور محوري في تهدئة الوضع الحالي داخل السودان، وحضرتك فاهم طبعا الاشتباكات الدائرة بين الطرفين عاملة ازاي؟ يعني لا شك انه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البكير استثمروا كل الفرص وكل يعني قوة العلاقة المتينة بين الدولتين في التوصل الى يعني الجلوس على طاوله تنهي هذا الصراع، لانه اللحظه فارقه واللحظه صعبه. يعني انت امام يعني عايز اقول انه الاشتعالات تنطلق من منطقه او النيران تنطلق من منطقه الى اخرى. صحيح. ليست في صالح جنوب السودان ان تظل السودان مشتعله، وليست صالح الدولة المصرية أن تظل السودان مشتعلة، وليست صالح السودان نفسها أن تظل السودان مشتعلة. وبالتالي هنا يعني التوقيت مهم وفارق، وبالتالي أنا تصوري أنه كل ما جاء أو أن هذه القمة النسبة الكبيرة جدا من المباحثات انصبت حوالين كيفية التوصل إلى حلول عاجلة وسريعة في أقصر وقت ممكن لتهدئة الأوضاع داخل السودان، يعني قبل ان تزداد الانتصارات وتزداد وتضاعف الخسائر التي يعني دفع اثمانها ابناء السودان انفسهم. غير ذلك هناك في القمه ايضا لما الدوله المصريه من ثقل ولما من اهميه علاقتها مع الرئيس سيلفا كير تناولوا العديد من القضايا المتعلقه بالامن القومي للمنطقه وللقاره الافريقيه. صحيح. القضية الماء والأمن القومي المائي يعني بما يمثل أهمية كبرى نظرا وحضرتك تعلم يعني أنه يعني جنوب السودان يعني تقع في منطقة جغرافية تمثل عصب الأمن القومي المائي، وبالتالي يعني هذه النقاشات من شأنها أن تحافظ وأن تغلب المصلحة القومية العليا لمصر والسودان ويعني دول المصب يعني تحديدا، ونحن نتابع أيضا يعني صحيح. ما حدث يتعلق بسد ملف سد النهضة منذ
سنوات طويلة وما ترتب عليه والدور المصري القوي. وبالتالي هنا العنوان المهم اللي بيستوقفني هو وسط كل هذه النيران المشتعلة، الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يغفل النظر إلى كل الإشارات الخطرة سواء في الجنوب أو في الغرب أو في الشرق. صحيح. هتوقف معاك يا أستاذ جمال عند هذه النقطة، وأشكرك أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا.